حديثنا الأستاذة أسمى غشام ديجا تسائل سلطة أم وظيفة. احنا مصباح سلطة أم وظيفة بالنسبة للسلطة الرئاسية التنفيذية عفوا السلطة التشريعية وطبعا السلطة القضائية. لكن الكلمة أسمى. شكرا شكرا سيدتي الرئيسة. إذن عندنا باب رابع اسمه الوظيفة القضائية، وهذا ماهوش يعني مألوف يعني غريب عن مسامعنا أن نتحدث عن الوظيفة القضائية، لأن المعروف هو السلطة القضائية، احنا كلنا نتحدث على السلطة القضائية هذيك علاش، وحتى في دستورنا متاع 59 أو دستور 2014 نتحدث عن سلطة قضائية، هذيك علاش اليوم السؤال المطروح في المحاضرة هو السلطة القضائية سلطة أم وظيفة. وللإجابة يزمنا طبعا نعرف وش معناتها سلطة ونعرف وش معناتها وظيفة لكي نحسم ونفهم شنو المقصود بالوظيفة. قبل ما نتطرق للسؤال هذا عندي تدقيق لغوي. تدقيق لغوي هو يكمن في الفرق بين اللغة العربية واللغة الفرنسية. اللغة العربية وقت نقول السلطة القضائية نقصد دونك لو بوفوار جوديسيير، في حين انه في الفرنسيه فما فرق بين بوفوار و اوتوريتي. اذا فما لوتوريتي جوديسيير وفما لو بوفوار جوريديكسيونيل، دونك يا اون ديفيرونس. هذا تدقيق لغوي اول شيء، وتو نرجعوا له بعد في فرنسا. وعندي زاده ملاحظه اخرى هو اني في الوظيفه القضائيه لن اتحدث عن المحكمه الدستوريه، أنا زميلتي منى التابعي هي اللي باش تتحدث عن المحكمة الدستورية. إذن المجال متاع العمل متاعي هو الفصول 117-124 اللي هو الباب الرابع، واللي هو في واقع الأمر ما فيش برشا حاجات، يعني تنحاو منه برشا حاجات وتنحاو منه الاستقلالية والضمانات اللي كانت موجودة للقضاة وللمتقاضين أيضا، وهذا اللي باش نتعرض له. قبل كل شيء نحب نعرف إذن السلطة، تعريف السلطة اليوم صباح سي سليم الغماني يعرفه أيضا، اللي هو هيكل يحدد اختصاصه الدستور، وقال أنه احنا اليوم ما عندناش سلط، ولكن احنا كي نقولوا السلطة القضائية يتبادر إلى ذهننا يعني مباشرة هي أنها أحد السلطات الثلاث اللي تقوم على مبدأ تفريق السلط لمونتسكيو. وفي النظرية هذه طبعا يجب يكون فما توازن بين السلطات الثلاث، وهذه النظرية المعمول بها في الديمقراطيات رغم خصوصية كل تجربة، يعني فما تجارب خصوصية مثلا في الولايات المتحدة وفي دول الكومنلو السلطات كلها متساوية، في حين أنه مثلا في فرنسا باش تستوقفنا بعض الملاحظات علاش، على خاطر في فرنسا كما قلت فما on parle de l'autorité judiciaire، واللي هي يقولوا أنه في دستور 58 الأوتوريتي دابور جوديسيير يتحدث على القضاء العدلي فقط مش على جميع الأقضية كما موجودة كلمة الأقضية هوني عنا، يعني مش أنواع القضاء الكل فقط القضاء العدلي فقط. ويعني الفقهاء كانوا يطالبوا بأنه فما فرق بين أوتوريتي وبوفوار، يعني كأنها أقل منزلة، ولكن هذه كانت المرحلة الأولى، على خطر المرحلة الثانية هي ما جاء به فقه قضاء المجلس الدستوري الفرنسي في قرارين هامين. القرار الأول هو قرار 22 جويلية 1980، والقرار الثاني 23 جانفي 1987. بمقتضى هذين القرارين أعطي للسلطة القضائية بفرعيها العدلي والإداري مكانة دستورية، وذلك بالتعرض إلى اختصاص كل من هذين القضاءين. وهذيك علاش نقولوا فما اون ايفولوسيون في فرنسا، اللي هو اليوم احنا في تونس أمام وظيفة قضائية، وهذا ما يجرنا إلى تعريف الوظيفة القضائية. طبعا الوظيفة هي أيضا ممارسة اختصاص القضاء، يعني هي ما يسمى المرفق، واحنا في القانون الإداري نسميه المرفق العام، يعني هي الوظيفة هي ممارسة الاختصاص. ويحيلنا ذلك أيضا إلى الاعتماد على المعيار المادي وحده دون الاعتماد على المعيار العضوي. إيش معناه؟ معناه اللي يهم من أهمنا هوني في الدستور هو الوظيفة، يعني هي الممارسة سي لاكتيفيتي سو ني با لا بيرسون كي اكزيرس لاكتيفيتي. وهذايا إذا كان هو العنوان الوظيفة ويمشي للمعيار المادي وفما
كينه تجاهل المعيار العضوي، هو ما فماش تجاهل ولكن فما يعني فما تقليص من قيمة المعيار العضوي، وتو نشوفوه كيفاش يعني بمن يمارس هذه الوظيفة. إذن لا يهمنا في هذا الباب الرابع، وكأن ما يهمنا في الباب الرابع هو محتوى القانون، ولكن حتى هو بمقتضى السلطة الترتيبية اللي خذها لنفسه هو بيدو يطبق القانون، لكن هي تفض النزاعات، ولذا هذا اللي حاشتنا، ما حاشناش بحاجة أخرى. كيفاش ما حاشناش بأخرى؟ لأنه هذايا التمييز بين السلطة والوظيفة عنده تبعات، والتبعات هذه تبلورت أساساً على مستويين، على مستوى استقلالية القضاء وعلى مستوى الضمانات المتعلقة بالقضاة. استقلالية القضاء أول شيء، حتى كلمة السلطة والوظيفة علاش؟ على خاطر نقولوا الوظيفة، الوظيفة دي ما عندها مرجع نظر، السلطة هي مستقلة بذاتها exactement، عندها compétence de principe ab initio اللي هي عطاها لها الدستور، في حين أنه الوظيفة عندها مرجع نظر. أغوني سفغي عندها مرجع نظر، شنو المرجع النظر؟ عنا حاجتي، عنا أولا فما مرة في المرة يقول مجلس أعلى للقضاء، ومرة يقول مجلس القضاء الأعلى، ولكن يظهر لي هي خطأ مطبعي، يظهر لي اللي هي المجلس الأعلى للقضاء، المجلس هي مجلس الأعلى للقضاء، ولكن اليوم تعرفوا عنا مجلس أعلى للقضاء يعني هو مسؤول على جميع أنواع الأقضية، هوني كل قضاء عنده المجلس الأعلى متاعه، واللي هما القضاء العدلي، القضاء الإداري، والقضاء المالي. والملاحظة اللي نجم نقولها هوني أيضا تون بعد كي نتعرضوا للمختلف الأقضية، هو أنه في الدستور تعرضنا على ذي القضاء المالي والإداري والعدلي يعني مغير دخول في التفاصيل، ما نعرفوهمش شكونهم، ما نعرفوش التسمية متاحهم شنوما مثلا. كي نشوفوا في دستور 59 يقول مثلا مجلس الدولة يتكون من محكمة المحاسبات ومن دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية أو غيرها. هوني عنا القضاء المالي مثلا ما عادش نعرفه، باش تقعد اسمها محكمة المحاسبات، باش اسمها دائرة المحاسبات، باش تتغير غير يعني ما نعرفوش. وتو بعد نقول لكم اللي مثلا في المسودة نتاع سيب العيد فما تعيين، يعني فما تدقيق شنو هو القضاء الإداري، شنو هو القضاء العدلي، اتسيتيغا اتسيتيغا، هذايا هاني جايته. فقد دونك حبيت نقول هذايا الملاحظات الأولى. ألوغ بالنسبة للقضاة، ألوغ استقلالية القضاة، أول شيء وقالها اليوم سي سليم في الفصل 121 يقول لا ينقل القاضي دون، سامحوني 120، تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى المعني، يعني كلمة ترشيح فقط، في حين أنه ترشيح شو معناتها؟ معناه هو يرشح ورئيس الجمهورية يختار اللي يحب، في حين أنه في دستور 2014 كان الرأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. شو معناتها رأي مطابق؟ يعني وقت اللي يقترح عليه الاسم هو مطلوب أو يعني مجبر على اتباع هذا الرأي والأخذ به، في حين أنه هوني للرئيس الجمهورية سلطة تقديرية أنه ينجم يأخذ كما ينجم ما يخوش، والمجالس العليا كلها ترشح فقط، عندها إلا فقط إذن جانب الترشيح، في حين أنه مثلا في مقترح سيب العيد نلقاو تعيين القضاة يتم بأمر بعد التشاور مع الوزير الأول وبناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. دونك حتى دخل الوزير الأول أيضا، يعني فما المجلس الأعلى للقضاء وفما الوزير الأول. الحاجة الأخرى أنه الفصول هذه المتعلقة بالوظيفة القضائية لم تذكر المحاكم العسكرية، لم نلقيناش المحاكم العسكرية. أي نلقاو مثلا القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، هذه فقط اللي نلقاه موجود ويشمل القضاة الكل، وهذا التراجع بالنسبة لدستور 2014، خطر 2014 كان فما زوز فصول، كان فما الفصل 102 اللي يقول لا سلطان عليهم سوى القانون، وفما الفصل 109 يقول يحجر كل تدخل في سير القضاء. دونك كان فما كيفاش نقولوا فما لو برينسيب وفما اون ريافيرماسيون دو برينسيب،
une consolidation du principe. هوني فما فقط أنها القضاء وظيفة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. المجلس الأعلى إذن لكل صنف يحدده القانون. دونك أعطينا للقانون مهمة تحديد الضمانات اللي فيها خطر، على خطر نعرفوا أنه القانون كما قال سيسليم اليوم وكلامه صحيح، مثلا باش نعطيكم 121 يقول لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفائه أو تسليط عقوبة عليه إلا في الحالات التي يضبطها القانون. يعني نخليه الضمانات هذه الكل هي رهينة تدخل القانون. إذا كان القانون رأى أنه الضمانات هذه الكل ما يزمهاش تكون مطلقة مثلا أو يزم تكون محدودة أو حددها أو ضيقها أو غيره، فإننا نمتثل للقانون. علاش؟ خاطر الدستور أعطى فوض هذه المهمة للقانون، فسنمتثل للقانون. وهذايا احنا نعرفوها هذايا من الدستور 59، أن وقت اللي الدستور يعطي للقانون فذلك يضعف الضمانات الموجودة في الدستور، على خاطر الدستور هو اللي يزم يكون عنده الضمانات هذه بما أنه أعلى من القانون. دونك هذايا ديما أمر يخوفنا وحاولنا نتجاوزوه في دستور 2014 في العديد من المجالات، ولكن نرجع لنا في هذا المشروع. كيف القانون هو اللي يحدد التركيبة والاختصاص. إذا ما نعرفوش إذا المجلس الأعلى للقضاء سيشرف على التأديب، على المسار المهني للقضاة، على مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء ولا لا، ما نعرفوش. هذه الكل نقعد ننتظر القانون. وكما لم تتعرض الباب الرابع إلى الضمانات المتعلقة بالمتقاضين اللي هي المبادئ الأساسية كما المحاكمة العادلة، كما حق الدفاع وغيرها، اللي هي كي نشوفه في المقترح متاع سي بلعيد نلقاو عمل باب كامل اسمه المبادئ العامة، ونلقاو في المبادئ العامة هذه المحاكمة العادلة، حق التقاضي، حق الدفاع، المساواة أمام القضاء، ومبدأ المواجهة اللي هي أكثر من دستور 2014. دونك زيد حاجات كما مبدا المواجهه كما غير اللي هي احنا نعرفوها هي بديهيات في القضاء، يعني مبدا المواجهه من البديهيات، ولكن مثالش كي نص عليها الدستور يزيد يعطيها قيمه علويه ويزيد يحسنها ويزيد يعطيها مكانه هامه تفرض على جميع القضاة. هوني ما عندناش مبادئ عامه بالكل. لم يقع تعرض ايضا للمحاكم الاستثنائيه كما كان ذلك واردا في الفصل 110 من دستور 2014، ولم يقع تعرض للنيابة العمومية ولا إلى السياسة الجزائية للدولة، على خاطر دسترت السياسة الجزائية للدولة كانت من المكاسب في دستور 2014، وهذا أمر مهم ومهم جدا. هوني ما عندنا حتى شيء لا على النيابة العمومية لا على السياسة الجزائية للدولة. كذلك إذا نقل القضاة وعزلهم أو إعفائهم يتم حسب القانون داكور كما قلنا قبيلة، ولكن إذا كان غاب مجلس مبدأ التناسب اللي اليوم الصباح حكينا عليه، فإنه هذايا ينجم التناسب ومبادئ الديمقراطية معناتها حقوق الإنسان والديمقراطية، هذوما أمور نجم نخاف منها، كما نخاف أيضا من كلمة وردت أيضا في الفصل 121 اللي يقول أنه يمكن نقلة القضاة حسب مصلحة العمل. نحن نعرف كلمة مصلحة العمل هي مفهوم مطاط نجم نحط فيه كل شيء، يعني مصلحة العمل نجم تكون وذي قضاء المحكمة الإدارية، نتكلم سولو كنترول دو سيسويب، قضاء المحكمة الإدارية ثري وثري جدا فيما يسميه العقوبة المقنعة، هو أني نتحجج بمصلحة العمل ونغيرك ونقلك ونحطك وين نحب على خاطر غضبت عليك، على خاطر ما عجبتنيش، على خاطر اتسيتيرا. وهذايا أيضا بإمكانه أنه يرجع أيضا في مصلحة العمل. يقول أيضا بأن مصلحة العمل هو اللي يخلي إمكانية سد الشغورات. أعتقد أنه في ذهن رئيس الجمهورية هوني الإعفاءات اللي قام بها متاع 57 قاضي، لأنه تحدث عن سد الشغور حسب مصلحة العمل، وسد الشغور يعني هي مسألة يظل معناتها هي من البديهيات، كان من الممكن ما تعرضولهاش في الدستور، ولكن أعتقد أنه فما الخلفية، لأن احنا اليوم خسارة معناتها احنا اليوم نتحدث في جو مشحون، وفما حتى قضاة مضربين على الطعام
مضربين على الطعام و صحيح صحيح مضربين على الطعام وهذا يتحدث إذن عليه. وبربي نحب نعمل فقط هوني يعني بتيت بريسيزيون، راهو الإعفاء ماهوش عقوبة كما العزل. العزل هو العقوبة، العزل هو العقوبة، وعقوبة العزل هي أونكوغ أون فوا قضاء المحكمة الإدارية يقول لنا يزم يكون فيه الضمانات ومنها حق الدفاع والمرور أمام مجلس تأديب وغيرها. إذن العفاء العقوبة هي العزل مش الإعفاء، مش ماهيش عقوبة الإعفاء. مش موجود تنجم تكون لقصور مهني مثلا وغيرها، فهمت، في قانون الوظيفة العمومية، لكن العزل هو العقوبة. فقط نحب نرجع دو مينوت كملت جوست فقط بالنسبة للقاضي الإداري بربي كلمة الوظيفة. رأوا أنا بحكم اختصاصي في القضاء في المحكمة في القانون الإداري، كلمة الوظيفة بالنسبة للقضاء الإداري ترجعني الجوجي لادمينستراسيون سي انكور ادمينستري لا جوستيس روتونو. علاش؟ على خاطر القضاء اللي داري في فرنسا عمل شوط كبير، كان وظيفه صحيح وبعد بشويه بشويه ولا سلطه. ولا جوستيس روتونو هي جوستمون وقت اللي كانت الهيئه معناتها هيئه مجلس الدوله هيئه تعد مشاريع القوانين ولكن تبقي الفصل عند رئيس الاداره. اي دونك كينا بكلمه الوظيفه القضائيه بالنسبه للقضاء اللي داري كانه il y a un arrière plan. en tout cas انا سما j'ai tiqué j'ai tout de suite pensé à القضاء المحجوز نتاع مجلس الدوله الفرنسي واللي هو الى في من وقتها معناها شوط اشواط كبيره كينا نرجع بها. ولذا ازعجتني كلمه الوظيفه القضائيه خاصه بالنسبه للقاضي الاداري. فقط بالنسبه للقضاء المالي هو اكثر قضاء لم يقع التعرض ليه، يعني فما كان كلمه القضاء المالي هون، في حين انه مثلا نشوف في مشروع بالعيد نلقى يقول القضاء المالي ينظر في اخطاء التصرف المال العام في حسابات المحاسبين العموميين والسلطة التنفيذية، مساعدة السلطة التنفيذية ومجلس النواب على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغيرها. علاش السكوت هذا يخوف؟ على خاطر نعرفوا أنه القضاء المالي ينظر أيضا في المادة الانتخابية في النزاعات ويراقب المادة الانتخابية. اليوم مع تغيير القانون الانتخابي ما نعرفوش إذا القضاء المالي باش يحافظ على السلطات هذه وإلا باش نحيوهم له. الغموض هذايا يمكن ينبئ بإمكانية أنه بعد نغيروا الأشياء وما نعرفوش شكون أيضا من هو المسؤول على القضاء المالي ولا على القضاء الإداري. فقط هذوما هما الملاحظات اللي حبيت نقولهم. ونحب نقول أنه مؤسف ومؤسف جدا الوضع اللي وصلوا له القضاة اليوم، لأنه هذا لا يليق لا بالسلطة القضائية ولا بالدولة التونسية. وشكرا. شكرا أسمع.